أهم وآخر الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. قامت سرية الاستطلاع التابعة لمحور اصطبا بمنطقة عين مارة باستهداف آلية تابعة للإرهابيين بقواذف RPG بين الطريق الرابط بين اصطبا والظهر الحمر بمدينة درنة. وقال مراسل قناة ليبيا الحدث أن العملية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين من مجلس شورى درنة الإرهابي كانوا يستغلون الآلية في محاولة للتقدم داخل المنطقة. عقد مدير اللجنة الإدارية بمركز بنغازي الطبي محمد الزوي اجتماعا مع المستشار الصحي للحاكم العسكري درنة بن جواد رامي العرفي ومع مدراء الإدارات والخدمات الطبية لكل من المستشفيات 7 أكتوبر والجمهورية والهواري العام لبحث المشاكل التي تحدث داخل مركز بنغازي الطبي أثناء أداء وجه البيان الطبي. وقال المستشار الصحي أن الاجتماع جاء بناء على تعليمات الحاكم العسكري، حيث بدأنا في دمج الأطباء ومن ثم دمج التمريض لتقديم الخدمة الطبية للمريض والإشراف عليهم ومتابعتهم. وأكد العرفي أنهم بصدد تجهيز خطة أمنية لتأمين مركز بنغازي الطبي، كما وعد العرفي بأنهم سوف يمنعون الظواهر المسلحة داخل المركز الطبي. اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث حلحلة المختنقات المالية والخدمية لمختلف المدن والمناطق الليبية، إضافة إلى دعم القوات المسلحة الليبية في مواصلة حربها على الإرهاب، حيث تم مناقشة آليات توفر السيولة النقدية وتوفير السلع الغذائية والدوائية لمختلف المدن والمناطق الليبية، فضلاً عن توفير الغطاء المالي للحكومة الليبية للعام 2017. كما حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير المالية والتخطيط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ناجي المغربي. علق مجلس النواب جلسته إلى الأسبوع المقبل، وقالت مصادر مطلعة أن تعليق الجلسة جاء لعدم اتفاق النواب على آلية لاختيار لجنة الحوار. وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه تم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء القادم لمنح الأعضاء مزيدا من النقاش حول آلية اختيار لجنة الحوار، وأن جلسة الأسبوع القادم ستشهد اختيار اللجنة ومهامها المنوطة بها. تسببت الاشتباكات التي اندلعت بين الميليشيات المتناحرة بالعاصمة طرابلس بمنطقة خلة الفرجان بوقوع أضرار في الممتلكات إثر سقوط قذائف عشوائية على عدد من المنازل. وتسببت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وخروج دبابات في 4 شوارع بين الميليشيات المسيطرة على العاصمة بنزوح العديد من العائلات من منازلهم خوفا على حياتهم. وتشهد العاصمة طرابلس وقوع اشتباكات وصفت بالأعنف، حيث أسفرت عن وقوع ضحايا وتدمير للممتلكات العامة بالمدينة. قام موظفو مصرف الصحاري في طرابلس بوقفة احتجاجية رفضاً للخطف الذي يتعرض له موظفو المصارف التجارية في العاصمة. يذكر أن آخر عمليات الخطف لموظفي مصارف طرابلس كانت اختطاف سعيد التليسي الموظف بمصرف الصحاري. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تويتر، تيليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر على مواقع القناة الرسمي ليبيا الحدث تي في. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.